وهذا تقييم الأداء الوظيفي لما كنت مكلفة شؤون الإدارية والمالية. يا جماعة شوفوا شوفوا النسبة كم؟ سبعة وتسعين. هذا تقييم المدير لي أنا، المدير اللي انضم للوبي بعدين. هذا تقييمي الأداء الوظيفي في الديوان هذا. نعم، ولما قلت توظفت حطوني 15. شفت الظلم؟ هل يجوز هذا؟ هل يصح هذا؟ هذا مكتبي سابقا، ولما كسبت هذا قبل الحكم، لما كسبت الحكم صار كذا، شالوه حطوه أمام الدرج، والمفروض يكون لي خصوصيتي الخاصة لأنه أنا الموظفة الوحيدة هناك حرمة. يعني أي واحد ينزل من على الدرج يشوفني كذا، شوفوا الدرج، أي واحد ينزل أنا في وجهه. وقعت للأمين العام هذه الرسالة وكتبت له، قلت له صار معي كذا 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 كذا، المهم ما سوى لي شيء. وهذا طبعا إيصال دليل هذاك السجني، وما حجزوا تلفوني ما تلفوني السجن. يعني شفتوا يا جماعه